السلام عليكم. طبعا كلكم تعرفون انه احنا شغلنا اعلامي، يعني مراسلين ميدانيين نعمل بالميدان، ننقل الواقع كما هو. لكن قبل كل هذا خلي اسولف اللي صار بكربلاء او بفلكة الاحرار، خلي اسولف لكم اللي صار ويانا. طبعا مثل ما تعرفون يومية او اعتصام مفتوح صار اكثر من شهرين في فلكة الاحرار بكربلاء اللي هي فلكة التربية، ومثل ما تعرفون قوات الاحتلال الامريكي قصفت مقرات او قطاعات للحشد الشعبي بالقائم، وكنا تضامننا ويا الحشد وكنا استنكرنا وهذا الفعل الجبان. لكن بعدها انصار الحشد الشعبي او نفسهم عناصر الحشد الشعبي او المنتمين او التابعين قام يظاهرون يضربون وقفات استنكارية بدت من اليوم كل المحافظات. اوكي هذا شيء سليم ومن حقهم هذا يظاهرون ضد قوات الاحتلال الامريكي. اجوا هنا اليوم الفلكة التربية متظاهرين عاديين زي عسكري. خلي اذكر الفصائل اللي اجت بهاي الوقفة اللي هي لواء علي الاكبر شباب المصوبين اعتقلوهم وجندي الامام وحركة انصار الله الاوفياء، يعني هاي ابرز الفصائل اللي اجت بالفلكة بوقفة استنكارية ضد الاحتلال الامريكي. صار حكي منا ومنا، يعني رادوا ياخذون المنصة الاخوة منظمين الوقفة اللي اجوا. الشباب بالفلكة ما سمحوا لهم انه المنصة هاي تنظيمية. طبعا بعض الناس كانوا ضربوا هنا واعتدى عليهم كل هذا. اوكي انسحبوا، يعني اكو اشخاص ثلاثة او اربعة وياهم طلعوا مسدسات ورموا على الاخوة، انصاب اثنين واستشهد الثالث بالمستشفى بعد الاصابة. واحنا كصحفيين اخذوا معداتنا طبعا ايضا منهم شخص طبعا هو اللي وياهم اعتقد من حي البلدية طلع مسدس، يعني معروف عند اهالي كربلاء واهالي كربلاء هم يصرفون وياه عشائريا قانونيا. اخذوا معداتنا، اخذوا حتى اللوجو الخاص بقناة التغيير، اعتدوا علينا. زين هذا المصور عندي ايضا ضرب قامة وحاليا يرقد، واني خلصت نفسي جوا شردت. لكن المعدات ليش تاخذوها؟ شو تسوون بها؟ يعني انت تشوفون احنا اعلاميين طرف محايد ما لنا شغل باحد، ننقل واقع كما هو، ليش تاخذون معداتنا؟